في ساحة شاسعة بحي العاشر بمدينة نصر تتراس آلاف السيارات منذ شروق الشمس إلى غروبها. إنها سوق السيارات، قبلة المواطنين من جميع المحافظات لبيع وشراء السيارات المستعملة أو رخيصة الثمن، وهي السوق الذي بات مشهد البيع والشراء فيها حالياً مغيراً لما مضى. احنا الحمد لله يعني ماشي واحده واحده، مش زي الاول. يعني دلوقتي بدا يعني في من الجمعه اللي فاتت في ناس نزلت وخلاص يعني زهقت شويه، وفي بس المجموعه الكبيره هي اللي ايه لسه معتقده ان النزول كبير. فاما نزول مفيش نزول تاني، مفيش نزول اكتر من كده، مفيش بيع وشراء. يعني احنا دلوقتي اللي جاي بيسال حاطط في دماغه ان العربيه نزلت 100,000 50,000 ماشي. طب انا مش في ايدي انزل انا حاجه، عايزين برضو هنا وزير الماليه يتكلم، وزير الصناعه، الناس المستوردين، تمام؟ يعني يبقى في توضيح رؤيه. وكم في الميه نزل على عجل الزيرو؟ عشان اكسر الزيرو انا مش شغال في زيرو. يرجع المواطنون امتناعهم عن الشراء لعدة أسباب، يأتي ارتفاع أسعار السيارات في مقدمتها، آملين أن تنخفض الأسعار في الأيام القادمة. جايب فلوس عشان اشتري عربيه، لقيت بقول العربيه رخيصه، لقيت العربيه مال على نار، العربيه مال على نار، ولا رخصت ولا حاجه، وما نزلتش العربيات، ما فيش اي حاجه خالص، ما مش لاقي ولا فلوس اجيبها، مش لاقي عربيه اشتريها. العربيه 100 يقولوا 120 130 بس، ادي كل عمليه ما فيش حاجه نزلت خالص، ما شفناش حاجه نزلت. طبعا الناس متخوفه تشتري عربيه وبعد كده السعر ينزل، وبعد كده يخسر اللي دفعه في العربيه، او يخسر كتير من ثمن العربيه. اعتقد ان يمكن القديم ما فيهوش نفس المشكله قوي. يعني انا عارفه ان مثلا لو عربيه قديمه موديلات قديمه بتبقى برضو الى حد ما ماشيه شويه، لانها مش مرتبطه بقى بالقانون بتاع الجمارك بتاع الزيرو والحاجات دي. حلول غير تقليدية يحتاجها سوق السيارات ليعود ينتعش من جديد، على أمل أن يتغير الوضع للأفضل. زي ما سمعنا في التقرير، دي كانت آراء بعض التجار وبعض الناس بخصوص بيع وشراء العربيات. وخلينا نقول إنه كانت الناس فعلا في حالة انتظار وترقب إنه بعد ما يبقى زيرو جمارك، والجمارك طبعا على العربيات اللي جاية من السوق الأوروبية مش هتكون موجودة، فبالتالي الأسعار هتنخفض بشكل كبير. والبعض كان مبالغ وقال هبقى أكتر من نص الثمن، طب هيحصل إيه؟ الناس فضلت مستنية مش عايزة تشتري غير لما تشوف. وفي النهاية في حالة خلينا نقول ركود، يعني السوق برضو مش قوي زي ما الناس كانت متوقعة، والناس برضو ما زالت في حالة انتظار. وبقى في اتهام للتجار والوكلاء كمان انه في مبالغة في هامش الربح، والأسعار بتحدد على أي أساس؟ طيب والله نعمل وقفة شعبية كده، مطالبات شعبية علشان يبقى في سعر عادل، الناس تبقى عارفة هامش الربح قد إيه، المبالغة دي على أي أساس لو في مبالغة فعلا. فمن هنا جت حملة خليها تصدي. دي حملة انتشرت بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبقى في ردود أفعال إيجابية، وفي يعني أعداد كبيرة جدا انضمت لهذه الحملة وقالوا لا احنا هنفضل وهنضغط على التجار، ويمكن الضغط كمان يمتد للحكومة علشان تراقب موضوع الأسعار. مع خليها تصدي هنفهم ليه، ونفهم كمان موقف التجار الموزعين الوكلاء برضو. الانخفاض يمكن طال أكتر العربيات اللي هي أكتر من 2000 سي سي، الوضع إيه بالنسبة للجديد للزيرو للمستعمل؟ هنفتح الموضوع ده للنقاش، ويمكن كمان هنفتح اتصالات قدام حضراتكم علشان تشاركونا ونسمع رأيكم في الموضوع. دكتور نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ محمد راضي، مؤسس حملة خليها تصدي، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بيك أستاذ محمد. ليه خليها تصدي؟ خليها تصدي عشان إحنا عايزين عربيات بالسعر العادل المعقول المناسب، إن يبقى مع كل مواطن عايز يركب العربية، يعني مش هقول بنفس المثيل الأسعار بره، بس تبقى على الأقل مقاربة للأسعار بره، لكن ما يبقاش في فجوة ما بين سعر العربية أو شرائها الأصلي وما بين سعر البيع الموجود في مصر الحالي، فجوة كبيرة، فجوة واسعة تخلينا بنقول ليه هي موجودة بره هنا كسعرها من عند الشركة أو المصنعة ليها، وما بين بعد ما بيعها في مصر. حددتوا إن في مبالغة في السعر على أي أساس؟ يعني حسبنا مثلا العربية نازلة واقفة بكام، بجمركها، بضريبتها، بكل حاجة، وبالتالي الزيادة دي هي دي اللي بيحطها التاجر أو الموزع؟
هي الاسعار بتاعت العربيات معلنه في اغلب الشركات الكبرى معروفه. صحيح. بتتباع هي بكام بره وبعد كده الضرائب والجمارك اصبحت معلنه ما بقتش سر خفي على حد. في جايز يتحط عليها نسبه ربح او هي مش ربح نبدا نحسب فبيبقى في نسبه تقريبيه مش هنحط نسبه رقميه. النسبه اصلا كام دلوقتي؟ لا الـ ما اقدرش احدد هامش ربح لان هي مختلفه ما بين على حسب نوع العربيه ومن فرق من عربيه لعربيه ومن موديل لموديل ومن من 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 شركه لشركه لكن هو في فجوه كبيره هو دي هي دي نقطه الخلاف اساسا. طيب دكتور نور الدين الاول ايه رايكم في حمله خليها تصدي لان سمعنا اراء انه لا والله احنا بنطالب بوقفها لانها اثرت على موضوع بيع وشراء العربيات وفي اراء تقول لك لا هي غير مؤثره بالمره وما فيش حاجه ضغط عليها. حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم. بداية معلش هقول يعني تقديمة بسيطة كده. تفضل يا دكتور. هو سؤال بسأله لنفسي وبسأله للصبع لمحمد. السوق في شهر أكتوبر سنة 2018 كان منتظم ومستقر ولا كان في زيادة في الأسعار؟ دي نمرة واحدة. معلش أنا حرب أكتوبر 2018 أكتوبر 2018 طبعا السوق كان مستقر بدليل أن أنت ما قمتش بالحملة. طيب هل تم تنفيذ اتفاقيات الشراكة الأوروبية بالكامل؟ أيوه تم تنفيذ اتفاقيات الشراكة الأوروبية بالكامل وأصبح الجمرك زيرو جمرك بالنسبة للعربيات الأوروبية. تمام. طب إيه النسبة اللي نزلت فيها؟ يعني إحنا لازم نمشي خطوة خطوة. نزلت النسبة المئوية للعربيات اللي أقل من 1600 نزلت 6%، اللي فوق الـ 1600 لـ 2000 22%، اللي فوق الـ 2000 نزلت 20%. طب هل التخفيض ده سمع في السوق؟ اولا فتره ال 20 يوم ما هياش كفايه لان الناس هتفرق لسه بالسعر الجديد وبالتخفيض الجديد مش كفايه ان العربيات تتواجد في كل منطقه بالسعر الجديد. نمره 2 ان في بعض التجار والوكلاء عندهم عربيات بالتكلفه القديمه. التكلفه القديمه دي هيخسروا بس نفسيا عشان يخسروا بياخدوا فتره يعني اي واحد بيخسر في عربيه او بيخسر في سلعه شويه عايز فتره معالجه نفسيه بيعالج نفسه عشان يقتنع انه لازم يخسر. وانا بنصحهم من دلوقتي اخسر النهارده ومشي العجله وخلي العجله تدور عشان الدنيا تشتغل. طب الى متى او امتى حاله التخبط والاختلاف؟ طب نحاول نرد على جزء عشان ما تتشعبش مننا. انا متوقع خلال شهر من دلوقتي ان الدنيا تبتدي تنتظم. هو السؤال لمحمد بقى مهم جدا، امتى بدات الحمله؟ بدأت الحملة دي المرة دي من 10 أيام تقريبا. 10 أيام السوق مختل، في تخبط، العربيات ما طلعتش لسه، الناس عندها تكلفة قديمة. أنا مش هقول إن في غير يا دكتور العربيات اللي كانت بتكلفة قديمة وهو لسه مش يعني مش قادر إن هو يخسر دلوقتي. العربيات اللي نازلة بالسعر الجديد ليه الناس يعني ممتنعة أو عندها أمل إنها ممكن تزود أكتر ومستنية الحالة دي ليها كمان عند التجار؟ ليه مش ملتزم بالقرار؟ أنا لا كله هيلتزم بالقرار غصب عنه. ها ليه ها؟ يعني خلاص القرار ده بقاله النهارده 20 يوم. طيب مستني 20 يوم ما حدش يعني كميه العربيات اللي خرجت مش هي اللي هتغطي السوق، لكن الوكلاء بالكامل تقريبا بالكامل نزلوا برايس ليست للعربيات فيها التخفيض الجديد لكن معاد الحمله. وانا بقول لابني محمد جت في توقيت السوق اساسا مختل، يعني انت دخلت في توقيت السوق وحش في اسعار مختلفه في زي ما قلت لك نفسيه الناس مش عايزه تنزل. ايوه بس الوجود الشعبي برضو او الوقفه الشعبيه دي مهمه علشان السوق ينتظم. يعني ايه المشكله انه يبقى المستهلك حاسس بضغط بعبء عليه فبيقول للتاجر لا اصبر؟ انا مش مختلف معاكي لان انا اذا كنت تاجر في العربيه فانا مستهلك في 99,000 سلعه اخرى واللي انا بطبقه على نفسي في السلع الاخرى هطبقه على اي زبون في العربيه اي هو عايز ينزل العربيه. انا بقول لحضرتك بس ايه في حاجه حصلت في الايام اللي فاتت. خليني قبل الحاجه اللي حصلت عشان خاطر بدات تليفونات الناس مش متخش عليها. احنا هتتشعب مننا الاسئله. لا لا مش عارف ارد كله هدي لك ورقه وتسجل. اسئله مهمه جدا انا بقى الناس اسئله فعلا. ثانيه واحده يعني ثانيه خطوه خطوه كده هنوصل. استاذ مينا اتفضل بالغردقه. اتفضل يا استاذ مينا. انا اسفه على تاخير حضرتك. اتفضل استاذ مينا. مساء الخير على حضراتكم وعلى ضيفك على الاستاذ محمد وعلى كل اللي مشرفنا في القناه الحالي. اهلا وسهلا. الموضوع فعلا شاغل كل الناس. انا من ضمن الناس اللي اشتركت في حمله خليها تصدي وفعلا كنت ناوي اشتري عربيه ولكن اجلت الموضوع، ولكن مش انا بس يعني في البحر الاحمر طبعا الوضع بما اننا في مدينه محافظه السياحه وفي مدينه الغردقه
فدايما بنحتاج دايما نعمل ابديت لكل العربيات اللي معانا. ممكن طيب ليه ما بتشتريش؟ ليه مش عايز تشتري دلوقتي ليه يا استاذ مينا؟ حاسس ان مفيش اي حد نزل سعر عندك؟ اه يا فندم، لان انا اقول لحضرتك انا كمرشد سياحي مع شغال مع الجنسيه الالمانيه، بسال على سعر العربيه في المانيا زي الاوبل مثلا، الاوبل اكسترا بلاقيها مثلا مش معديه 13 يورو، 13000 يورو في 20 جنيه دلوقتي، اليورو 20 جنيه، يعني العربيه ممكن تبقى 240 360000 جنيه. ناس جيل الجمارك بتدفع 18% وعامش الربح والكلام ده كله، عربيه بتوصل 280، دلوقتي التاجر هنا يبيعها 420 و500، يعني هو بيربح في العربيه لا يقل عن 120 130 150000 جنيه. فحاسين بمعاناه جدا يا فندم، يعني احنا وصلنا لحاله تخليها تفضي. من انا منبر من امبارح، انا عايز من امبارح في الحمله، وصلنا النهارده ما يقرب من 320000 واحد. امبارح كنا لما انا بقيت اشتركت في الحمله كنا كانوا 250 يعني 260، عم نحكي في 40000 مواطن مصري شارك في الحمله، متوقع بنهايه الشهر ممكن نوصل مليون. مفهوم. شكرا يا استاذ مينا، شكرا لحضرتك. اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وضيوفك الكرام. حضرتك احنا بنتكلم من وقت كان قبل تعويم الجنيه كان في سيارات مركونة في مصر. فلما جه تعويم الجنيه الناس رفعت السيارات. تمام؟ هل دول كذب ولا ما كذبوش؟ كذب. أكيد. تمام يا فندم، وثاني القطع الغيار غلت وكله غلي. فعايزين سيادة الرئيس يتدخل في الموضوع ده يا فندم. شكرا جزيلا يا استاذ محمد. طيب علشان وهنرجع. طيب اتفضل استاذ محمد تاني من كفر الشيخ. اتفضل استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس لو سمحت انا بتكلم بس مع الاستاذ على سنه، بتكلم ان الشركات العربيات بتخسر في الوقت الحالي دكتور نور. نعم. حضرتك بتقول الشركات بتخسر في العربيات؟ على الاستاذ اللي قاله. ماشي اتفضل. هو الشركات ما بتخسرش، الشركات عمرها ما خسرت في دول العربيات، دايما الشركات كسبانه. انا واحد من ضمن الناس اشتريت عربيه في 2012 كان سعرها في الوقت الحالي كان ايامها 135000 جنيه. في الوقت الحالي دلوقتي سعر العربيات بيعلى كل يوم عن التاني، عمره ما نزل في 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 في, في العشر سنين اللي عدوا ما نزلش سعر العربيات. فانا مع حمله خليها تصدي. تمام. لان ما فيش شركه عربيات بتنزل بالسعر خالص. بشكرك يا استاذ محمد. الاول رد حضرتك استاذ محمد. مبدئيا بس انا عايز اوضح نقطه ومعلومه مهمه جدا. حمله خليها تصدي بدات 2015 وقت ما كان السعر الدولار القديم كان في حوالي 67 قرش تقريبا. ويعني كان استمرت فتره الحمله لحد ما بقى حوالي 8 و10 قروش. في التوقيت ده كان في سوق موازيه لسعر الدولار اللي هو السوق السوداء، وكان في غلو اسعار. ليه ده الوقت الفعلي اللي بدايه حمله خليها تصدي؟ توقفنا امتى؟ توقفنا مع فتره التعويم، لما حصل تعويم ان في زياده اتفاجئنا بيها كلنا في السعر ما بين السوق، وبالتالي حبينا استنينا لان ما كانش حد فينا بكل امانه عارف في ايه بكره. هل السعر ده كان في تصاعد، الدولار وصل وقتها ل 20 وبعد كده رجع ل 18 وكان في توقعات بقى اكتر، كانت كلها توقعات. بيقول لك بقى تمام. ليه دلوقتي استنى شويه لغايه لما السوق تستقر؟ انا حرد واستنينا فتره طويله بدون اي تدخل وبدون صمت، الحركه بصمت سوري، وبدات الحركه تمشي الى حد ما نسبيا لاسباب كتير. منها استقرار السعر بتاع السوق، لكن ما شفناش اسعار بترجع. دي نقطه. النقطه الثانيه، الفتره اللي فاتت كل سنه بيحصل انخفاض 10% عشان تطبيق الاتفاقيه. تمام. ال 10% اللي بتطبق كل سنه كان بيطلع معاها اي بنود ثانيه قبلها، وبالتالي ما بنحسش بالانخفاض ده. الاعلام اثر بشكل مباشر او غير مباشر انه اوهم الناس من خلال المنشطات او من خلال الصحف والبرامج في وقت من الاوقات ان الجمارك هتنخفض من 0% من 100 لصفر. تمام. وبالتالي الناس افتكرت ان مع يوم 1/1 الاسعار هتنزل بشكل رهيب، ما يعرفوش ان في 10% بتطبق كل سنه، بس بما ان كان بتطلع بنود اخرى في على اسعار السيارات فما حسوش بالانخفاض ده. هو نزلت في الفتره الاخيره دي خلاص كانت اخر نسبه للاتفاقيه، واحنا قلنا الكلام ده ان في 2019 هي النهايه. ليه الحمله طلعت من في الوقت ده تحديدا؟ زي ما بقول لحضرتك الناس كانت متوقعه كده،
طلعت تشعبات كتير اللي خليها تصدي في حملات اخرى وجروبات اخرى كلها ليها نفس الهدف. احنا مش مختلفين مع بعض في حاجه، كل الناس عايزه السعر العادل والسعر المناسب. بس ايوه هنا بقى يعني انا فاهمه من كلامك، هنا بتقولي ايه توقعات الناس وانخفض 10% ب10%، لكن دلوقتي احنا خلافنا ان الناس دي بتكسب بدون وجه حق، يعني الربح غير عادل، المكسب غير عادل، فاحنا هنا بنتكلم على هامش الربح ويتم تحديده، ولا انه من البدايه الانخفاض ما حضرتك دلوقتي كنا في فتره من الفترات احنا مش عارفين الدولار رايح لفين وطالع فين وكلام من وخلاص وقفنا دلوقتي في استقرار لسعر الصرف ولا لا؟ تمام. في استقرار تمام. في 10% بتنزل كل سنه ولا لا؟ خلاص طب لغايه بقينا زيرو. هل حضرتك سمعتي كل سنه بتبدا الموديل الجديد او اللي نازل ان في سعر عربيات بيقل؟ عندنا اللي بيزيد ما بينزلش. طب دي ما هو ده بقى احنا بنتكلم في كده. طب اللي زاد في الثلاث اربع سنين دول ما نزلوش ليه؟ ودي كانت نقطه كنا بنتكلم فيها انا وست اللواء قبل كده من كذا سنه، احنا التقينا اكتر من مره. دلوقتي فين مين بينقص السعر ده؟ طيب. انت عندك قرارات وعندك اتفاقيه ما بقتش في الطبقه. على السؤال ده دكتور نور، طب خلينا في الواقع الحالي عشان لا يعني ما هو ده الواقع اللي احنا فيه دلوقتي. السعر ما بينزلش ليه؟ السعر انا السؤال بتاعي حضرتك كان في 30/2018 السعر كان يا دكتور نور ربح أيوة. التاجر بيبقى من كام لكام تقريبا؟ السعر كان مين يعني كل ان حافظ على سعر في بدايه السنه، مع ان خلي بال حضرتك ان المصانع او العلامه الام يعني اللي هي الشركات الام بتزود كل سنه 4% على العربيه، ده الانفليشن اللي بره، مش هم بيزودوا بجد، هو الانفليشن على العربيه حوالي 4% على سعر العربيه الاصلي، من سعر العربية الأصلي. من سعر العربية الأصلي مع 4% وبعدين بتدخل الجمرك بتاعها يعني بقى بيفضل حوالي 4%. علاوة على إن ساعات الدولار برضه ما هوش ثابت زي ما أنت يعني هو ثابت. يا دكتور نور معلش عشان هامش الربح بالنسبة للتاجر، لا ما أنا هقول لك هامش الربح، أنا هقول لك بيتحدد على أي أساس؟ لا وموضوع إنه ما هنتكلم بصراحة على الأرض كده، سعر الدولار الجمركي لحد شهر إزاي؟ إن التاجر ساعات ربحه بيبقى أكتر من الموزع، أكتر من المصنع، وكلام إنه عايز العربية دلوقتي، اسمعني بس، عايز العربية دلوقتي خدها بس أوفر برايس، ادفع أكتر يا إما هديلك اللي موجود بلون مش عارفة عامل إزاي، ما فيش مشكلة. ده جشع إحنا رافضينه. بس بيحصل؟ لا احنا رافضينه، لو انتظم الشيء وانه هو ما بيحصلش وما بنعاقبش اللي بيعمل ده. كان في اعتمادات بنكيه محدوده لفتره من الفترات، دي كانت مخليه الطلب كتير او على الاسعار، فده كانت عامله مشكله. النهارده الاعتمادات دي بقت مفتوحه اكتر، ما بقتش زي الاول. الدولار الجمركي سعره ثابت فتره طويله. ممكن ارد بس اتفضل حضرتك، انت بتقولي التكلفه الاستيراديه يعني ازاي هو بيحسب تكلفته؟ انا دي بسيطه جدا. اول حاجه في حساب التكلفه او حساب سعر البيع للمستهلك، التكلفة استيراد العربية ده ما فيهاش اختلاف. طيب. تمن العربية زائد الجمرك زائد مصاريف اللي بتدفع إذا كانت مصاريف أخرى وضرائب وقيمة زائد التارجت بوزيشن. التارجت بوزيشن يعني إيه؟ كل عربية هو ليها منافس، يعني مش هقول ماركات، بعض العربيات بتنافس بعضها، فما ينفعش إن هو يعلى أو يوطى أكتر، يعني كلهم مش بيتفقوا مع بعض. أنا كنت هقول لك كده. مش بيتفقوا مع بعض، لأن حوالي القيد اللي جاي بعديه مش بيتفقوا مع بعض، كل التارجت برايس بيبقوا قريبين من بعض. نمرة ثلاثة العرض. التارجت بوزيشن ده اللي بيحدده المصنع الأساسي. ما أنا هكمل أهو. تمام. هكمل مع يعني أقصد إن ده أوريدي محسوب. ما أنا هكمل أهو. تمام. العرض والطلب، العرض والطلب بيحدد السعر. موافقة صاحب الشركة بقى وصاحب العلامة على البنود اللي فاتت دي، بيقول له تعالى فلان أو مش عايز اتكلم في انواع، النوع ده اللي انا ممثله بينافس النوع الثاني، النوع الثاني في السوق بكام؟ بيقول له كذا، بيقول له المارجن كام بتاع المكسب بتاعه، وانا هقول لك حضرتك هنحسبها دلوقتي وهتلاقي مارجن معروف 7% 8%، بيخليه في نفس المستوى، ما بيزيدش عليه ولا بينقص. دي المنافسه، دي اللي بيحدد السعر، مش التاجر ولا الوكيل اللي بيحدد السعر. طب ما هو معنى كده ان لو صاحب المنتج او العربيه الاقل والاعلى محددين اسعارهم، يبقى اللي في الوسط ده هو اللي ماشي بناء على، يبقى كل واحد بيحدد بمزاجه. يا محمد، هو انا بحدد السعر مش في زي ما قلت تكلفه؟ ما التكلفه دي خلاص تمام. انت بتتكلم على تحديد السعر، المارجن بيكسبه التاجر او الوكيل. طيب نحسبها حضرتك بالورقه والقلم. الجماعه بتوع حمله محمد قال لي بره ان مش هم اللي عاملين الحمله دي، مؤثره عليكم؟ الحمله دي عامله ارباك للعميل، للزبون تعمل له حاله تردد في الشراء. لان هم مش عامله بقى ضغط على التجار والوكلاء وغيره؟ لا اصل هقول لحضرتك حاجه، نتفق من المبدا ان ما حدش هيجيب بضاعه ايا كانت حتى لو عربيه عشان يخسر فيها. مبدا ما حدش هيجيب حاجه من بره يخسر فيها. جدا وحاجه يعني هي اللي مأثره في السوق.
في حاجات نزلت في السوق ارقام وعلى على وسائل التواصل الاجتماعي وارقام ومكاسب. حضرتك بص كده فيها هديكي مثال واحد منهم. هم بيتكلموا على فروق او ربح واصل من 150,000 ل 180,000 او الكلام ده. حضرتك خدي مثال وهو كاتب هنا الاسماء وانا هقول اسماء. وهو حسبها لك ايه سعر سعر الاستيراد العربيه جايه من بره بكام؟ أيوة. والرسوم عليها اللي هي الضريبه والجمرك ومش أيوة. عارفه ايه والواحد في المية الجدول أيوة. والكلام ده. فوصلت الاخر الاجمالي بكذا ايوه وقال لك سعر البيع كذا خصم ده من ده طلع فرق هامش الربح اللي هو حاطه نفسه. لا لا ايه تاني في النص؟ لا ما تحسبش كده. ايه حط ايه تاني؟ اول حاجه هنا اول غلطه حضرتك العربيه بتقول اللي هو اول واحد حاططها دي حاططها بسعر الدولار وهي باليورو دي اول واحده. طيب انا احسب لك سعر العربيه البيجو دي وهتستريحي خالص. هو حسبها حضرتك بكام؟ بيقول لك سعر العربيه 23,200 صح والرسوم 18 تبقى بجنيه مصري. اولا العربيه 308 دي مش ب 23,200 ده اقل من كده ب 22,100 ورسم التنميه والمصاريف. لو حسبت زي ما هو عايز ان العربيه ب 23,200 يورو العربيه دي بالارقام ال 23 يورو دول يعملوا 487,000 جنيه، رسم التنميه 95,000 جنيه، مصاريف تمويل وضمان ورسوم بنكيه وتامين ونقل وتخزين ومناطق حره 23,000 جنيه، مكسب الوكيل والموزع 48,000 جنيه اللي هو 8%، فرق ضريبه القيمه المضافه 5,000 جنيه، اجمالي سعر العربيه 660,000 جنيه. ده كده الراجل كسب. هي العربيه بتتباع ب 660,000 جنيه، الوكيل والموزع كسبوا 8%. وهي ماشيه من 6 ل 8. في بنود بقى بيتم التلاعب فيها ان والله اقول اللي هو التخزين بقى والنقل والمش عارفه ايه والعماله والحاجات دي. يعني في حاجه اجمد من كده. معلش يا دكتور نور في ثغرات ومخارج بتحصل واحنا اساتذه في تستيف الورق واللي بنقدمه للضرايب غير اللي بنبيع بيه. بص حضرتك لازم نتفق ان انا مش جاي عشان ادافع عن وكيل. انا مش لا وكيل ولا موزع. انا راجل ماسك نائب رئيس الشعبه. صحيح ان الشعبه مسؤوله عن الوكلاء والموزعين والتجار بس انا محمد المره اللي فاتت من 3 سنين كنت مع الحمله في وقت من الاوقات ضد الجشع على التجار في الاوفر برايس. دلوقتي مفيش جشع على التجار؟ ثواني يا استاذ محمد، دلوقتي في جشع على التجار ولا مفيش؟ اللي هيعلن اللي هينفذ الارقام اللي احنا بنقولها 6% وال22% وال20% الخصم هي دوبك الحال دلوقتي ايه؟ ايوه الحال دلوقتي ايه؟ وصف لي الحال دلوقتي. وصف لي الحال دلوقتي في جشع ولا ما فيش؟ في مبالغه ولا ما فيش؟ وصف لي الوضع دلوقتي يا فندم. وصف لي الوضع بدون مش انا طيب لغايه لما نطلع الورق. استاذ محمد اتفضل. حاضر مش انا اللي هتكلم. تمام اتفضل يا استاذ محمد. اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تكلمنا من السعوديه يا استاذ محمد؟ ايوه يا استاذ. اهلا وسهلا بحضرتك. من 3 شهور بس منزل سيارتي على مصر مستخدمة هنا بقالها 4 سنين. تمام. وللأسف دفعت ثمنها مرتين جمارك. يعني هي هنا كانت علي شريعة زيرو ب 200,000 ريال. استخدمتها 4 سنين وثمنها ب 20,000 ريال. دفعت 20,000 25,000 ريال جمارك. فالنقطة اللي عاوزة بس هي الاتفاقية على العربيات اللي جاية من أوروبا. لا ما دي مش في موضوعنا بس يعني كنت ولا لو عربيات منشأها اوروبا وجايه من الخليج. اوضحها بس اتفضل يا استاذ محمد عشان الناس فاكره الامر. احنا بقالنا اتفاقيه الجد بقالها 10 سنين بتطبق صح؟ ايوه يا فندم. طيب ال 10 سنين دي كل سنه بتنزل 10%. تمام. يعني في 90% نزلوا على مدار 9 سنين ما حسيناش بالسوق ولا حسينا بالسعر ولا حسينا بالنقطه اللي بتقولوا. ايوه هتيجوا بقى عشان 10% باقيه هي اللي هتخلص الدنيا كلها. مستحيل طبعا. انا مع الحمله بس الوضع الاعلام اشتغل علينا وقال زيرو جمارك وتحط على الناس صراحه الموضوع مش انتوا طبعا في القناه كل الاعلام بتطلع عامه وورطونا وعشمتوا الناس. هو حصل سوء فهم ويمكن كان في تصريحات حكوميه بتقول ان ما فيش النزول اللي الناس متوقعه بزيرو. تخيلت ان زيرو جمارك يبقى كانت 100% امبارح فبقت زيرو فجاه. لكن ما يعرفوش ان هو كان في 90% خلص احنا ما حسيناش بيهم ودي كانت ال 10% الاخرانيه. ما هي دي مشكله ثانيه. ليه ده السؤال ليه؟ النقطه بقى اللي بتكلم وبوقي فيها سؤال اللي هو نور. اغلب السيارات دي ما بتخشش كده حته واحده، هي بتخش على انها اصلا مجمعه او تجميع
تمام سياراته وبالتالي ما بيدفعش عليها الضرايب اللي موجوده دي كلها. انا محمد عربيه مش في مصانع بتدخل. انا لو اتكلمت عن المصانع ولا مش هتنزل سعرها، وده عندهم مشكله كبيره جدا. لا مش في تجميع هنا سيارات. ما هو التجميع المصري مش هنزل سعره، ولا عنده مشكله كبيره. لا هو بيقول لك ان في تحايل بيدخلها ان هي لا يمكن هو يعني مش توك 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 لا يمكن بتدخل مجمع ولا مش مجمع؟ المجمع مجمع وليه نظامه وليه سيستمه؟ بس هي بتدخل وبتتجمع وبتتعمل في مصر؟ العربيات اللي بتتجمع عليها اسعار، وخلي بالك العربيات المجمعه عندها مشكله ومش هتنزل في السعر. هو دافع عليها جمرك انها مش لا هو بيقول هو بيبيعها على ان انا ده جيت ودفعت وعملت لكن هي في الاصل لكن هي داخله تجميع الحالات دي ايه؟ سعادتك العربيات المجمعه عندها مشكله ان العربيه المستورده النهارده اقل من تكلفه التجميع، ده عندها مشكله ده هتقفل. العربيات المجمعه اللي انت بتتكلم عليها هي هتقفل، مش هتقدر تنافس، مش هتقدر تنافس. في منها خرج من السوق في مرسيدس خرج ورجع تاني. أيوة ما هي دي نقطه. استاذ استاذ عماد اتفضل، او استاذ محمد. استاذ عماد اتفضل. استاذ عماد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا حضرتك اتكلم في نقطتين اتنين. السؤال الاول للدكتور، يا دكتور بعد اذن حضرتك احنا عاوزين نعرف ايه هي الاليات اللي احنا هنراقب بيها على الوكلاء، ايه هي الاليات اللي احنا هنحطها نعرف ان الوكلاء دول فعلا ما عندهمش جشع او عندهم جشع. النقطه الثانيه حضرتك، طبقا لكلام السيد نائب وزير الماليه قال لنا في الف لقاء تلفزيوني من يومين او ثلاث ايام، قال ان كان النزول 10% كل سنه، هو قالنا سنتين ما بننزلش 10%، والسنه دي كمان 10% بقى كده 30%. انا امتى هحس؟ انا عاوز احس بقى بال 30% دول، خلاص انا ما كنتش بحس بال 10% اللي قبل كده، انا عاوز اشعر دلوقتي بال 30% دول لوحدي، اذا ما كنتش هحس بيهم وهشعر بيهم يبقى خليها تصدق. تمام يا استاذ عماد. طيب حضرتك ممكن ترد لي بس على الاول؟ لا معلش نرد على الاستاذ عماد الاول عشان المتصل ليه اولويه، وبعد كده هو بيقول لك ايه الاليات ان انا اراقب بيها على الوكلاء، والسؤال الثاني امتى هشعر بالفعل ان في نزول يعني مع راقب على الوكلاء. انا بطالب الوكلاء النهارده من عندك من عند حضرتك هنا ان ينزلوا في الجرايد تكلفه العربيه، كل العربيات اللي عندهم ما فيش عيب. انا عايز تكلفه العربيه واقول انا بكسب كام، اللي عايز يكسب كتير يكسب، اللي عايز يكسب قليل يكسب. دي مطالبه، كله هيتحاسب على الضرايب وهتبقى عمليه كل الناس عارفاها. أيوة يعني انا بطالب اكتر من كده، وطلبت من السيد وزير الماليه قبل كده، وطلبت من السيد رئيس مصلحه الجمارك قبل كده ان نعمل حاجه اسمها ستيكر برايس على العربيه لما توصل الجمرك. العربيه توصل الجمرك توصل المينا معروف دلوقتي ثمنها كام، جمركها كام، رسومها كام. هسأل الوكيل اقول له انت عايز تكسب كام؟ عايز تكسب 10%، 5%، 6%، احط المكسب بتاعه واروح حاطط في الاخر سعر العربيه للمستهلك. قفلت الموضوع ده تماما، ولا حد هيقول بقى ان الراجل حرامي، ولا حد يقول كسب، ولا هيقول جشع، ولا الكلام ده. وده قالوا لي صعبه التنفيذ. طيب خلونا معلش نطلع الفاصل ونشوف مدى صعوبه التنفيذ هذا الاقتراح او المطالبه او المناشده، وازاي تتحول لالزام. يعني هل بالامكان يبقى في تشريع او في حاجه تقول لا نلزم الوكلاء او الموزعين او ما الى اخره انه يتم الافصاح عن كل المعلومات وكل الارقام المتعلقه بالعربيات، استيرادها، تكلفتها، جماركها، وهامش الربح بندور او في نسب كام تقريبا. بعد الفاصل نرجع لحضراتكم مع ضيوفنا ومع اتصالاتكم ان شاء الله. حضراتكم معانا مرة تانية، بنفتح ملف سوق السيارات ما بين السعر الحقيقي أو السعر المبالغ فيه، هامش الربح بيحدد على أي أساس بعد طبعا قرار زيرو الجمارك، وزي ما كنا بنقول انه ده ما كانش قرار مفاجئ يعني ما عرفناهوش بين يوم وليله، لكن كان معروف وكان نسب النزول اللي هي 10% بشكل سنوي معاه طبعا المهله اللي اجلنا فيها، فبالتالي كان التوقع انه يحصل انخفاض كبير في اسعار السيارات وده اللي ما حصلش على الارض. قبل الفاصل كنا وقفنا عند جزئيه انه اذا كان الوكلاء او التجار متهمين انهم بيبالغوا في الاسعار، اليات الرقابه عليهم تكون عامله ازاي؟ دكتور نور الدين كان
كان بيتكلم على طلب أو مناشدة إن الناس تفصح عن كل المعلومات المتعلقة بالعربيات في وسائل الإعلام في صفحات الجرائد وما إلى آخره، فبالتالي الناس هنا تبقى لها حرية الرأي والحكم ويبقى عارفين مين اللي فعلا بيبالغ في السعر ومين اللي ملتزم بالسعر العادل. خليني أقول هنا السؤال وأستأذنك دكتور نور، ده مع حملة خليها تصدي كافي؟ طلب أو مناشدة ممكن أنه يكون ملزم للناس في آلية تانية؟ البعض أنا ممكن سمعت بتتكلموا عن تدخل حكومي أنه لازم يكون للحكومة واقفة في الملف. ما هو في النهاية في تاجر وفي مستهلك، ايا كان التاجر ده صفته ايه، صفته مصنع، صفته تاجر مباشر او صفته وكيل، ايا كان لازم يبقى في جهه رقابيه تحكم ما بين الاثنين، والا هيبقى الموضوع ده بيخبط في ده، ده يشتري ده يبيع ده يعلي براحته ده ينزل براحته، هتبقى الموضوع مفتوح. لكن لو في جهه رقابيه، مين الجهه الرقابيه؟ هتبقى الدوله، ايا كانت بقى آلية الدوله وايا كان الجهه اللي تحت الدوله هتوكلها بده، هو ده اللي المفروض يكون موجود. كنت من حوالي في بدايه الحمله كان ليا لقاء مع سياده اللواء عاطف يعقوب، كان وقتها رئيس جهاز حمايه المستهلك، قال نفس الاقتراح اللي الدكتور نور قاله، قال هنعمل كذا وهنعرضه على مجلس الشعب وبعد كده يوافقوا عليه. فالثلاث سنين او اربع سنين الكلام ده ما اتطبقش، يبقى هل في امكانيه ان ده هيتطبق او لا يطبق؟ طبعا طب احنا كنا بنناقش حاجه في الفاصل انه ممكن ان ده يحصل، لكن وانت رايح تشتري العربيه وكنت بقول لدكتور نور انه ده السعر اللي موجود وبتاع الورق وبتاع الحكومه، لكن انت عايز تشتري لا هديك بسعر تاني لو عايز اوكي، لو مش عايز مش عاجبك خلاص. الجهه الرقابيه ليها سلطه ان انا النهارده لما يبقى في سعر محدده او في اليه منظمها الدوله وانا رحت ما لقيتش الكلام ده، وقتها انا هرجع للجهه الرقابيه دي هتطبق عليها الجزاءات او الشروط، اذا ما كانش القوانين فعال لا يبقى اذا كل واحد يعمل اللي هو عايزه. في حاجات كتير قوي بتحصل في طرق كتير للزياده، هو في جهه رقابيه. اقول لك عشان ما دام لبنى نقفل الموضوع ده، اللي هو هيقول لك روح اشتري من التاجر او من موزع، اطلبي من موزع فاتوره، لا يمكن هيقدر يديك فاتوره فيها اوفر برايس. يبقى انت لما كزبونه لما تلزم تحت الترابيزه لما تلزميه انه يقدم لك فاتوره هينزل بالسعر الطبيعي. لو انت يعني ما هو لازم يكون في كمان ان الفاتوره من الموزع ولا من التاجر؟ من التاجر او اللي بيبيع لك العربيه. لا هو الاوفر برايس ده اتخلق منين؟ ان في شركات كبرى احتكرت الكم العربيات اللي بينزلها المصنع او الوكيل، وبالتالي لما بتيجي حضرتك تشتري منه مباشره هيقول لك اوفر برايس، او تضطري تروحي هتشتري منه غالي. لما تروحي بقى للوكيل اللي منزل اساسا العربيه هيقول لك اوفر برايس، لانك هتحجزيها وتدفعي بعد 3 شهور او 4 شهور، لو عايزه تاخديها دلوقتي تاخديها بسعر عالي. هي الفكره برضو تنظيم السوق ما بين الاثنين دول وتقنيه التعامل، ان لازم يبقى في عربيات تانية موجوده، مش كله موجود في جهه واحده هي اللي محتكره انواع العربيات. مش عربيه تانية، تقصد اكتر من وكيل. انت تقصد يعني هو السوق عشان ينتظم يبقى في منافسه. المنافسه النهارده في ماركه معينه على الطب بتاعها ما فيش منافسه، على الاسم بتاعها ما فيش منافسه، هو ده فلان محمد هو الوكيل للعربيه دي، خلاص هو محمد هو اللي بيحط القوانين. طيب. لكن لما يبقى في محمد واحمد هيبتدوا ينافسوا بعض. دي نقطه الاحتكار. طيب قصه العرض والطلب، وانه لو الناس دلوقتي في عزوف عن الشراء، فيعني احنا بنسمع دايما ان التجار اول ما الدنيا واقفه كده لا انا انزل عربيات وحرك عجل يعني امشي هيتمشيهم، وبعد كده خلاص انا لميت ارجع اعلي تاني، يعني ما بقاش في ثقه او ما بين المستهلك وما بين التاجر، انا مش عارف انت بتشتغل ازاي معايا. انا موافقك حته الاوفر برايس بس هي دي، لكن الباقي السعر المعلن اللي احنا اتفقنا هيعلنه، سواء اعلنه في جورنال سواء احطه على ستيكر على العربيه، انا خلاص دي اتفقنا عليها، نسبته مكسبه يحط المكسب اللي هو عايزه يتحاسب عليه ضريبه. تمام يا فندم، لكن هو حاليا هل هو هي مناشده في الاول وفي الاخر، لكن هل ده هيتم على ارض الواقع؟ طيب حاليا في الوضع اللي احنا فيه نزلوا ادي اسعار العربيات اهم، 6-7 وكلاء اوريدي نزلوا الاسعار بتاعتهم. احنا مشكلتنا انه مش في الورق، احنا مشكلتنا ان الورق تقديم. حاجه لا وعلى الارض بيبقى حاجه ثانيه يا دكتور نور، يعني انا اخد الورقه دي واروح بيها للتاجر او كده اقول له لا والله اديني بالسعر اللي موجود عندي في الورقه، طبعا خد الورقه وامشي. ما انا فاهمه يا دكتور، انا بكلمك في الواقع على الارض. طيب خلينا نقول ان خليها تصدي الحمله دي او غيرها، او ان الناس دلوقتي مش عايزه تشتري، لاي مدى ده هيحرك السوق، هيوقف السوق، هيخلي التاجر يعيد نظر تاني ويعيد حساباته تاني، ولا هيأثر على العرض والطلب برضو بعد كده؟ التاجر مش هيعيد نظر يا محمد لسبب بسيط، انا ما نزلتش من جيبي، انا ما نزلتش من عندي، اللي نزل ده طبقا لاتفاقيه الشراكه، وزي ما قلت لك نزل بنسب 6% 22% 20%، ما حدش هيطلب مني ان اكتر من كده.
انا بكسب من 6 يعني مش انا يعني كالعربية بكسب من 6-8%، مش هنزل منهم لان ال 6-8% دول لما تحط عليهم بقى مصاريفي هتلاقيني في الاخر النت بروفيت بتاعي بسيط جدا. خلي بال حضرتك الارقام بتاعه اللي هم كاتبينها دي، دي تجاره هيروين مش تجاره عربيات. كام يا فندم؟ كام يعني اللي بعد ما يعني مكسب مثلا نقول التاجر كام والوكيل يعني تقريبا؟ ما انا حسبتها لك. لا ده تقريبا، لا بعد ما نحسب يعني تقريبا بيكسب كام؟ ما انا حسبتها لك محمد. الوكيل بتاع البيجو بيكسب في العربيه ال 508 دي 48000 جنيه متوزعين بينه وبين التاجر، بينه وبين الموزع. ولو دخل تاجر في النص هفترض ال 48000 جنيه النت بروفيت، هو هياخد نص ويدي الموزع نص، خد 25000 جنيه. 25000 جنيه عنده بقى مصاريف وعمال وكهرباء، من انا ما حسبتلكش في تكلفه العربيه هذه المصاريف. هل انا مثلا كواحد تاجر هل يعقل ان انا اروح ارمي مليارات عشان استورد العربيات دي عشان في الاخر اكسب لي 2000 او 3000 جنيه؟ دي حقيقة محمد. عارف ان التاجر اللي انت بتتكلم عليه بيبيع العربيه ب 1000 و 2000 جنيه مكسب. التاجر انا ما بتكلمش عن الموزع ولا الوكيل، بيبيع العربيه ب 1000 و 2000 جنيه مكسب. وعشان كده الحمله يا فندم، انا بتكلم كلام والله صادق. في العربيات الصغيره اللي هي الاقل من 1600 التاجر اللي هو بعد الموزع ده اللي هو اخر واحد اللي واقف في الشارع زي ما انت بتقول بيكسب 1000 و 2000 جنيه. تمام. الموزع حتى لو افترضنا انه بيكسب في العربيه 20000 جنيه بس عنده مصروف. تمام. ده 1000 و 2000 بعد ما يكون مخلص كل الحاجات اللي عنده، على اساس ان هي حركه العربيات اصلا ماشيه في السوق، فهو في الاخر هيروح يجمد مبلغ. الوكيل ولا الموزع؟ لا ما هو كل واحد مش هو لا الوكيل. طيب هنا سؤال يا استاذ محمد، انا فهمت ان برضو الحمله دي يعني في مثيل ليها وناس اشتغلت برضو على الفكره دي في دول عربيه وكان ليها اثر ايجابي ووصل للشركه لدى المنشا ان هم شافوا انه في مخالفه بتحصل في مبالغه في الاسعار والكلام ده فسحبوا على طول الرخصه منهم او التوكيل. بص هو الحمله قول لي برده هل يعني متوقعين حاجه كده؟ هقول لحضرتك على حاجه، هم اللي كانوا اكثر فعاليه وليهم صوت اقوى للامانه الجزائر. في ناس بتقول ان احنا واخدينها من الجزائر، لا الكلام ده مش صحيح. هي الجزائر عملوا الحمله دي في مايو يعني فبراير مارس بالظبط 2018. احنا سابقينهم بثلاث سنين. يعني هم بقى وصلوا نتيجتهم ايه؟ هم وصلوا لنتيجتهم ان فعلا بعض الشركات الكبيره خفضت لعربيات معينه اسعار بشكل. انت عامل الحمله عشان توصل لايه؟ يعني دلوقتي احنا حتى سؤال كنا طرحناه على صفحتنا على فيسبوك وشفنا تجاوب والناس معاكم بشكل كبير وحاسه انه في استغلال ليهم وقالوا لا احنا هنستنى ونشوف الدنيا اخبارها ايه. احنا عايز ايه في الاخر؟ احنا اللي عايزين تاجر يخسر ولا عايزين وكيل يخسر ولا عايزين مصنع، لازم حقهم يكسبوا ويشتغلوا لان دي صناعه ودي دي فلوس هتدور للبلد، ما فيش اي مشكله خالص. بس يبقى المكسب العادل، المكسب الطبيعي، النسبه يلتزموا بيها. طيب ودكتور نور جاب لك الورق، جاب لك الاسعار وان الكلام ده معلن. ده الاسعار بتاعت النهارده. ده دلوقتي. تمام. هم بيقولوا دلوقتي ان احنا خفضنا، ما دي برضو نقطه خلاف لازم الناس تبقى عارفاها. هم بعض الشركات بتعلن اهو يا جماعه احنا معاكم وخفضنا، انما في واقع الامر التخفيضات دي تخفيضات وهميه. ليه؟ تمام. احنا في فتره ركود اصلا طبيعيه اللي هي فتره الشتاء اللي كل السلع بتعمل عليها من اول البلاك فرايداي لحد الكريسماس كله عامل اصلا اوكازيون. تمام. تخفيضات. فيلا احنا بالمره هم اللي راكبين الموجه دلوقتي، احنا هو بنخفض، لكن هو دي تخفيضات كان كده هيعملها سواء موجوده حمله او مش موجوده. تخوفك بقى انه هعمل ده دلوقتي زي ما كنت بقول دكتور نور وبعد كده ارجع تاني ما بقى. فهي فتره تخفيضات، هو عنده ركود والناس ما بتنزلش من بيوتها اساسا، الجو برد، ما حدش بينزل، ما حدش بيتحرك، ما فيش حركه بيع، ما فيش فلوس دلوقتي. فتره انت عايز اليه او عايز يعني المنظومه دي تتظبط، تبقى المنظومه تبقى متظبطه، قوانين ومعايير احنا ماشيين عليها دلوقتي والقدام وبعد سنه وبعد 10 سنين احنا ماشيين عليها. لما يحصل زياده حكوميه ايا كان، لما يحصل معاهدات او اتفاقيات برضه هي دي اوريدي معلنه. احنا كلنا عارفين ان في اتفاقيه اللي هتطبق وتوصل لاخرها زيرو جمارك في 2019، احنا عارفينها من سنين، تنفذ ويكون ليها مردود حقيقي. بالظبط. برضه لازم برضه يعني هو مناشده للاعلام يبقى الكلام واضح، يبقى وانت النهارده بتحط معايير بتقول يا جماعه انتوا هتصحوا بكره هتلاقوا زيرو جمارك، لا لازم يعرفوا الصحفي او الاعلامي اللي بيكتب يبقى عارف الزيرو جمارك دي انت وصلت لها بعد قد ايه. لكن هي النقطه ونقطه الخلاف، انت النهارده عندك ثبات وسعر الدولار جمركي بقى له كان 16 جنيه قبل ما يبقى 18 بقى له كذا سنه، نزلت قد ايه في الثلاث او اربع سنين اللي فاتوا بعيدا عن منطقه التعويم؟ خلاص احنا عرفنا ان في تعويم انا هقول لحضرتك حاجه. الحل ايه؟ عربيات تعليق اخير يا دكتور. في عربيات
هتغلى. العربيه اللي اقل من 1200 سي هتغلى. هتغلى ليه؟ لان العربيه 1200 سي كانت لغايه 1/1/2019 لغايه 12/1/12 كان بتدفع الدولار الجمركي ب 16 جنيه. العربيه دي الدولار الجمركي بتاعها ب 18 جنيه، هي اساسا ما كانتش بتدفع جمرك. فلما تغير الدولار الجمركي من 16 ل 18، العربيات اللي اقل من 1200 هتغلى. دكتور نور بيقول لك هتغلى علشان ننزل نشتريها بقى. لا 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 هو انت قلت كلمه صح جدا. انت عارف يا محمد، انت عارف لما العربيات بتغلى الطلب بيزيد، لما العربيات بترخص الطلب بيزيد. لا لما دي ثقافه، انها الحاجه دي ثقافه، دي في اي سلعه. لكن بس في نقطه، كانت في اصلا عربيات معفيه من الجمارك قبل كده تمام، من قبل ما توصل اصلا زيرو، بقى لها سنين. ليه العربيات دي ما نزلتش؟ ليه العربيات دي ما عملتش؟ اللي هي لوجان مثلا؟ مثلا لا ما مثلا ماشي. طب هما ما بيتمنوها، ما هي متمنه وماشيه، ليه ما نزلتش؟ تقص السعر ايه؟ من يوم ما نزلت هو سعر الدولار اللي غير فيها. من قبل ما قبل سعر الدولار وقبل التعويم. ليه هو سعر الدولار غير فيها؟ هو سؤال بس محمد. الحمله بقول لك قبل الدولار هي لما كان هي معفيه، ليه أيوة ما نزلتش؟ ايوه ما هي قبل الدولار معفيه. هم طيب. هم لا لما الدولار قاصد يعني لما الدولار اتعوم زال سعرها. لا هي قبل، انا مستبعد نقطه التعويم لان هي دي نقطه دي خارج اي حد. لا انا بتكلم من قبلها. من قبلها قبلها ايه؟ ما هي التكلفه يا محمد. العربيه بقى ايا كان غالية. انا حسبتها لك، قلت لك ان هو بص بسيطه، جيب سعر العربيه وحط واعمل التضريبه بتاعه المصاريف دي، وادي للتاجر، ادي للوكيل 8%. اذا اكتر من كده قول له انت يعني. هو في فرصه، في فرصه لا ان لا في فرصه انه الاجتماع ما يكونش من خلال وسائل الاعلام، من خلال التلفزيون، انه احد الغرف يقعد مع حمد خلال صدي، يكون في رقابه شعبيه. ليه ما ترحبوش بيها رقابه شعبيه ان الناس تسمع منكم وتاخد الورق ده، تفهم حقيقه الموضوع وحساب النسب ازاي، وتنزل بقى على حتى مش بصفتك انك راح تشتري، انه لا انا والله تعالى حاسبك يعني معلش مين الطرف المحايد؟ احنا محمد الشعب طرف محايد. محمد الشعب طرف محايد صدقني. يعني انا لو لقيت في تجاوز عند موزع او وكيل انا هقدر احاسبه. ايوه. ايه نوع الحساب يا فندم؟ لا في حاجات عندنا كتير قوي. طب لازم المشترك يطمن ان انا املي للشعب. محمد يا مدام لبنى قالت كلمه صح، قالت تعالى اقعد مع الشعبه ونقعد ندرس الموضوع. بس ان الكلام اللي انت قلته لي بره ان حمله محمد دخل فيها ناس غرب، وهم اللي عملوا الكلام ده، وهم اللي ابتدوا يعني يخلوا الناس ابتدت تقلق وابتدت تتردد. وبعدين هفكر محمد بحاجه، ويمكن احنا وقلتها له بره، احنا سنه 2016 او 2015 2016 محمد عمد بدا الحمله بتاعته، وطلعت معاه في احدى البرامج، قلت له محمد الحمله بتاعتك دي في التوقيت ده غلط، لسبب لان كان في سوق مرتبك، الدولار مش عارفين نجيبه، اعتمادات مستنديه مش عارفين نفتحها. حصل ايه؟ ان اللي سمع كلام محمد واجل وصل لغايه الموضوع تعويم الجنيه، العربيه اللي كان بيشتريها ب 100 بيشتريها ب 200 وكسر. طيب عشان ما فيش وقت بس. لا دي 10 ثواني تمام. سريع النقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها نقطة صحيحة في جزء وجزء. لا احنا ما كانش حد فينا بما فيها انا وحضرتك يعرف ان هيحصل فيه تعويم. احنا كلنا نمنا صحينا عرفنا ان فيه تعويم، لكن قبلها هو كان ضغط شعبي في زيادة غير مبررة قبل ما يكون فيه تعويم اصلا، ان الاسعار ارتفعت وعلى اساسه بدأت الحمل. انا كنت متجاوب معاك ان موضوع الاوفر برايس لازم يقف. يبقى طيب يعني خلاص، يعني كلنا مقتنعين ان في مشكلة ولازم لازم محمد عندنا في الغرفة في الشعبة ونجيبه نشربه شاي. لا بلاش اوعى تشرب شاي. لا ولا بالياسمين بس محمد ينقلنا الحملة. انا موافق، خلي الحملة بس ذوق الناس اللي بره بقى، اللي هم بيقول لك في ناس اغراب عندك. لا هو مش ناس اغراب، هي اي حمله في الدنيا حمله شعبيه، مين اللي بينجحها؟ هو مش محمد ولا زيد ولا عبيد، هو في النهايه الناس عندها حست بضغط معين، شافت انها تقدر تمتنع فالحمله تنجح، ما شافت انها تشتري فالحمله هتفشل. ده سواء بمحمد او بغير محمد. لكن انت في مجال النت، مجال ده مجال مفتوح، اي حد يقدر يدخل واي بس حد. بس خلينا نقول ان الغالب العام الاحساس ان في مشكله بالظبط. مين داخل يقول ايه؟ بس هي وقطاع السيارات جزء من الاقتصاد القومي وتوقيفه، ما حدش عايز يحصل انهيار في هذا القطاع، لكن عايزين انه برضه يتم مراعاه المواطن المصري، انه ما يبقاش فيه. اتفق معاك 100% وريت الحكومه وانا بنشدهم يشوفوا طريقه لموضوع السكر. طيب احنا نستنى الجلسه وبعد المناجده، يعني الغرف التجاريه برضو تقعد مع الـ الـ مع الوزير. نصور طيب. صور وابعت لنا. لا حضرتك اللي صورها حضرتك. نجيب القناه تقعد معانا. ما هو بالظبط ده، نجيب القناه مش لازم حضرتك، نجيب القناه تقعد معانا. لا ان شاء الله نتابع، والحمله مستمره
أكيد طبعا. لغاية لما نشوف نتيجة على الأرض ترضي جميع. لا الحرب المستمرة دي كتير بقى، لأن الناس تلت الناس تتعب يا محمد، خلي بالك مش أنا يعني إحنا تعبانين يا فندم أصلا يعني. القطاع ابتدى الناس اللي بيشتغلوا فيه، يعني أقصد الموظفين والعمال، أنا ما بتكلمش عن أصحاب المال. طيب الموظفين والعمال ابتدى يتعب. أنا بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معنا، ونتابع إن شاء الله ونشوف الموضوع ده إن شاء الله يتحل على خير. أشكركم، أشوفكم بكرة بإذن الله.